صحتنا تاج. صحتنا تاج مع الدكتور أحمد السلماني، خبير اجتماعي في العلاقات الأسرية، معالج بالتنويم بالإيحاء وخط الزمن، ممارس معتمد في التنمية البشرية، مدرب معتمد في التفوق الدراسي، معالج بالاسترخاء والتدليك، معالج طبيعي بالزيوت العطرية والتداوي بالأعشاب، ممارس معتمد في الحجامة، معالج بالسجوك والوخز بالإبر، مساعد في التنحيف، معالج بجميع أنواع العسل ومشتقاته، معالج بالرقية الشرعية، ومعالج بالتدليك والألوان. السلام الله عليكم مستمعينا، إنما حللتم وارتحلتم كرحبوا بكم على أمواج أم أف أم. غدوة أم أف أم كيرحب كل مستمعين وكل مستمعي كل مستمعات عفوا متتبعي برنامج صحتنا تاج. صحتنا تاج دائما معكم مستمعينا، كل إرشادات وكل معلومات وكل نصائح اللي تبغيوها كتهم صحتكم أتلقوها فقط في صحتنا تاج. تقبلون من وراء الميكروفون تحيات صوفيا الصافي والإخراج محمد الغالي عشان. مرحبا بكل تساؤلاتكم عن طريق لسمس ديالنا معليكم إلى ديرو LL، خليو مساحة فارغة باتولينا تساؤلكم 5054 ثمن لسمس وصدر مع احتساب الرسوم. يمكن لكم كذلك استعمال وسيلة ثانية وهي الاتصال بنا عن طريق أرقامنا 05 24 43 22 02 أو 03. ودائما لكل الأجوبة اللي تبغيو تسمعوها حاضر معنا الدكتور أحمد سلماني. دكتور صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا استاذه صوفيا، صباح الخير مستمعينا الكرام. صباح الابيض والله الحمد لله، اشراقه اخرى صح، لانه لون السلام والهدوء ولون التسامح. ليش انا اصلا لبست هذا؟ لكي اتذكر اخت جتني البارح من بني ملال، فاود ان اوجه لها تحيه من اعماق قلبي، لأنه صراحة أعطتني دفعة قوية جدا للتقدم والاستمرارية في التعامل مع الناس بشكل تلقائي وجميل، يعني البساطة في الوجه والبساطة في الكلام. البنت هذه يعني الأخت هذه يعني اشتكت، كلمتني كتير عن علاقتها مع إخوانها، الله سبحانه وتعالى ابتلاها بقصر القامة، ويعني صراحة عندها تأزم كبير في قلبها. لكن الحمد لله لما خرجت من عندي خرجت وهي كلها انشراح. أنا بوجه المستمعين الكرام، أي واحد بيسمعني الآن، أي امرأة تسمعني، أي أخ بيسمعني، أي زوجة، أي زوج، أي أم، أي أب، أي أخ، أي أخت، أقول له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من يصل من قطعه. أنا بوجهك أختي إذا كنت تسمعيني، رغم أنه إخوان قطعوك، اتصلي فيهم، أنت أقوى منهم، أنت أقوى، وبالتالي نحقق السعادة، والله العظيم نحقق السعادة. تعرف يا أستاذة صوفيا، لو كل واحد الآن شال من فكره أو ما يسمى الاضطراب النفسي اللي بيحصل داخليا، حنوقف مجموعة من المشاكل ومجموعة من الأمراض. كل حاجة هي متصلة ومتعلقة بآلام، يعني الفكرة تؤثر. أنا أعطيك علاقة يعني ممتازة جدا. المشاعر أو ما يسميها الفكرة تؤثر على المشاعر، تؤثر على المشاعر، والمشاعر تؤثر على الأحاسيس، والأحاسيس تؤثر على ماذا؟ على السلوك، تؤثر على السلوك، وبالتالي بيصير عندنا ردة فعل. ردة الفعل هذه إما أن تكون إيجابية أو تكون سلبية. إذا كلما كانت إيجابية إلا وشعرنا بالرضا والسعادة، وكلما كانت سلبية إلا وسببنا في لجسمنا، لدواتنا، لأعضائنا أمراض، وهذه الأمراض بتكون خطيرة وفتاكة. إذا لكل المستمعين، سامحوا وعيشوا بالتسامح وبالأمل والتفاؤل والإيمان القوي بالله سبحانه وتعالى.
أكيد غادي نسامحه إن شاء الله بإذن الله، وأعتقد أنه كل مستمعي وكل مستمعات أما فهم متسامحين. صحة نتاج مواصل معكم مستمعينا ومستمعاتنا. شكرا لك زميل محمد الغالي عشان هذه الأغنية جميلة جدا، لأكيد غتكون عطات طاقة إيجابية لكل مستمعين وكل مستمعات اللي كيستمعوا لنا في هذه اللحظات، ومنهم دكتور أحمد لأنه زاد القوة ديالك دكتور. صح والله العظيم صح، تحية لأخي عجان على هذه الأغنية الجميلة الرائعة، وأنا متأكد أنه حتى حتترك صدى أكيد لكل الناس ولكل المستمعين ولكل عنده اللي عنده شحناء او بغضاء تجاه الاخرين، خصوصا يعني كيقول لك انه للصبر حدود، يعني انه كيقول لك لا ما يمكنش تسامح لواحد الحد، ما يمكنش نعاود نسامح. اسمعي قول الله سبحانه وتعالى، لو عاش كل واحد بهذا الكلام. يقول الله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لو أي واحد وضع هذه الآية أمام نصب عينيه تعرفي أنه حيعيش سعادة. ظلمتني أسمحك، لأن ربنا سبحانه وتعالى دعوة المظلوم ليس بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب، لكن حبيبنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما ذهب إلى أهل الطائف وأدموه وجلس تحت الشجرة وقال اللهم إليك أشكو همي وقلة حيلتي وهواني بين الناس، فإن لم يكن عليك علي غضب فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع. فجاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. كذلك أستاذ صوفيا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمتي فإنهم لا يعلمون. إذا نغفر وسامح عشان تعيش بصحة وعافية. أكيد إذا ما دمنا في صحة نتاج هنعيش بسلام بهدوء النفسي. أكيد كل مستمعين وكل مستمعات وصلتهم معلومة وصلهم كذلك نصائح ديالك في هذا الصباح الجميل دكتور أحمد. أنا رجع الموضوع ديالنا دكتور أحمد وهو البشرة وحب الشباب، ويعني مجموعة ديال الأمراض المتعلقة بالبشرة. هنا مجموعة ديال المستمعين والمستمعات بعثوا لنا بسمس البارح كيعاودوا يقولوا لك دكتور عطينا وصفات الحبوب اللي كيكثروا بزاف في الوجه خصوصا بالنسبة للشابات ما بين 15 و 18 سنة. طيب بالنسبة لهذه الفترة هي يعني فترة المراهقة، يعني تغيرات الهرمونية إلى غير ذلك، هذه مسائل طبيعية يعني مشكلة طبيعية. إذن عشان لا ندخل في مشكلة يعني ثانوية أو جانبية، أنا أنصح البنات دول أولا بدقيق الشوفان، دقيق الخرطان مع عصير ليمونة واحدة، عصير ليمونة واحدة، وكذلك دقيق الحلبة نخلطه كذلك مع عصير القراص، عصير الحريقة. إذن نحاول أنه ما أمكن أنه هذا الخليط بيكون بكميات متساوية. ثم تضع البنت على ماسك على وجهها، تضع البنت ماسك على وجهها، تغسل. أنا كل البنات وكل النساء وحتى كل الرجال اللي عندهم مشاكل حب شباب وعندهم حساسية الجلد جلد الوجه، أنصحهم بغسل الوجه صباحا بمنقوع الخزامة ومنقوع الجزير، يعني يزير مع الخزامة صباحا، يغسل وجهه بهذا الماء، يعني ضع يترك الخزامة مع اليزير طول الليل ثم يغسل به وجهه. عندنا خل الصبار أستاذة صوفيا مفيد جدا لحب شباب، شجرة إوز رجلة الإوز أو ما يسميها بالمخينزة، هذه خلها أو منقوع المخينزة مفيد جدا لحب شباب. إذا كانت البنت يعني بتأخذ الطين الأخضر على يعني تقريبا كمية 50 جرام من الطين الأخضر وتعجنه بخل الصبار أو خل رجلة الإوز أو المخينزة، ثم تضع ماسك على وجهها لمدة 20 دقيقة، هذا حيوقف نمو هذا الحب. ثم وضع الثلج مباشرة، أي واحد وضع ثلج قطعة الثلج على نقطة الحب هذه، على نقطة الحب هذه يتوقف نموها، وبالتالي حتى الخلية المسببة في النمو هذه الحبة هذه
يعني بيتم يعني ازالتها انطلاقا من ما يسمى بالقماج. القماج احنا يعني تكلمنا عنه، ممكن نعمل القماج بعصير زيت الجزر، ممكن نعمله بزيت السمسم، زيت الجلجلان، ممكن نعمله كذلك بعصير الجزر جامد يعني منتلج. اذا كيف نعمل ماسك او بشكل دائري على الـ على الـ على الوجه في اتجاه عقرب الساعه اتجاه الاذن، اتجاه الاذن دائما في الحركات هذه، في الحركات المتعلقه بال القمج هذا لازم نجيب الحركه اتجاه الاذن عشان ليس عندنا تجاعيد وكذلك ترهل في الوجه. اذا هذه هي اسهل طريقه للتخلص من مشاكل حب الشباب. في مجموعه من الاعشاب، لكن احنا بلدنا نعطي اشياء بسيطه جدا سهله الاستعمال وقيمتها جد يعني بسيطه، يعني مش هتتطلب ثمن غالي. اذا دقيق الشوفان، دقيق الخرطال مع الحلبة مع خل الخزامة، خل المخينزة مع كذلك شو اسمه هاد القرص عصير الحريقة، فهذا كله حيعطينا توقف النمو هذه المشاكل الخاصة بحب الشباب إن شاء الله. هنا لطيفة من قناة سرغنا دكتور كتقول أنه عندها هالات سوداء تحت العين ديالها، وعيت ما تجرب يعني من الأدوية من الأعشاب كذلك، دارت مجموعة ديال الأعشاب ولكن ما عطاتش نتيجة في العمر ديالها 40 سنة. بالنسبة للهالات السوداء تحت العين، أول حاجة الصبار هو المفيد جدا لهذه عصير الصبار، عصير الألوفيرا. عصير الألوفيرا مخلوط مع الفول الجناوي، الفول الجناوي معروف فول صغير صغير يعني معروف يعني هو بيكون شوية حار شوية، وهذا يعني يعطي فائدة كثيرة لترهل الوجه. كذلك عندنا الحمص، دقيق الحمص مع عصير القراص مع عصير الحريقة، كذلك مع عصير ايش اسمه عصير لا مش هذه اللي بتضعوها على لا فول زي هو فول صغير مش هذيك مش الوزعه لا فول صغير، فول صغير نسميه الفول الجناوي، لا هو فول صغير جدا، فول صغير جدا معروف عند العشابين وعند الناس اللي بيبيعوا هذه المشاكل. اذا الفول الجناوي دقيق، هذا الفول هو باللغه العربيه نسميه الترمس، اللغة العربية نسميه ترمس. إذا ناخذ هذا الفول، طحين هذا الفول نخلطه مع عصير الحريقة وماء الورد. ماء الورد أي واحدة عندها مشاكل لترهل العين تضع فوطة من باللون الأزرق، فوطة باللون الأزرق وتقطر على هذه الفوطة، يعني تكون شوية يعني رهيفة شوية، تقطر عليها ماء الورد وتتركها في على عينها لمدة تقريبا تتراوح ربع ساعة إلى 20 دقيقة. هذا حيفيدها كثير في مشكلة ترهل أو ما يسمى بالهالات السوداء الموجودة تحت العين. أنا دكتور بغيت نسولك واش هاد الوصفات بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية في الوجه، صح واش يعني هذه المشكلة؟ هذه هي المشكلة، المشكلة إذا احنا بنعطي في وصفات أكثر 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 يعني أكثر فعالية، أكثر فعالية، لكن لا يمكن ان اعطيها على 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 الاذاعه هيك بالطريقه هذه، لانه في وحده لا يمكن هذه العشبه لا تتناسب مع جلدها. اذا في ناس ممكن يكون عندهم جلد حساس جدا ويسبب لنا حساسيه، عوض ان نعالج بيصير عندنا حك ويصير عندنا كذلك تقشر للوجه وعندنا حرق وعندنا مشاكل هذا. اذا اسهل طرق وابسط طرق للحفاظ على الوجه حتى للبنات المبتدئات حتى للأطفال، على للأطفال أنا بنصح الأمهات الآن عوض أنها تغسل وجه ابنها بالماء عادي والصابون، أعطينا أغسل وجه ابنك وبنتك بمنقوع الخزامة واليزير هذا، وحتى منقوع البابونج، لأنه أصلا البابونج بيعطي راحة جميلة جدا لجسم الإنسان، راحة جميلة جدا. حمام البابونج أو ما يسمى بمنقوع البابونج نغسل به الوجه، هذا يعطي راحة جميلة جدا كما قلت لك أستاذة صوفيا لمجموعة من المكونات الموجودة في البابونج.
البابونج يحتوي على فيتامين بي وفيتامين سي وفيتامين آ، يحتوي على الكبريت، يحتوي على الفوسفور، يحتوي على البوتاسيوم، يحتوي على مجموعة من المعادن التي تساعد على، حتى أن البابونج يعالج الاكتئاب. البابونج يعالج الاكتئاب. زيت البابونج الأساسي هو أغلى الزيوت، أغلى الزيوت، حتى أنه صار يعني الآن يستورد. جاءوا مجموعة من الأوروبيين جمعوا هذا الزيت الموجود بالمغرب بشكل قوي جدا، لأنه أحسن بابونج موجود في المغرب، أحسن عشبة البابونج موجودة، لأنه درجة سمومتها صفر، ما فيش أي أثار جانبية، وأنه من أحسن الزيوت، وعنده يعني شي طريقة محددة للاستعمال أو بجميع الطرق. يعني هو زيت البابونج لو وجد، زيت البابونج لو وجد بناخد منه 3 قطرات إلى 5 قطرات، 3 أحسن، عشان لا نسقط في مشكلة الحساسية إلى غير ذلك. هي 3 قطرات مش هتسبب أي مشكلة، 3 قطرات مع زيت الزيتون، وندهن به وتدهن به الست والراجل وجهه، خصوصا البنات اللي بتعرضوا للشمس، كذلك الرجال يتعرضوا للشمس. فالزيت البابونج مع زيت الزيتون هذا يخفف منه. ثم صباحا يغسل وجهه أو تغسل وجهها كما قلت لك بزيت الخزامة، بماء الخزامة مع اليزير، ونضع زيت السمس الجنجلان، يعني كواقي شمسي، كواقي شمسي مفيد جدا. رجعنا تقبلوا مكالماتكم مستمعينا عبر رقمنا 0524 43 22 02 أو 03، ومشيو نستقبلوا مكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيداير اختي صفية؟ الحمد لله، بارك الله فيك سيدي، مرحبا. كيداير الدكتور بخير؟ أهلا وسهلا فيك يا صاحبي، كيفك؟ الله يبارك فيك. مرحبا سيدي، شكون اللي معانا؟ رضوان من الرشيدية. مرحبا بناصر الرشيدية، تفضل سيدي رضوان. بارك الله فيك. لا خليك دكتور، بتسولك عندي واحد جوج أسئلة. مرحبا. السؤال الأول كيف تعلق بي أنا، عندي روماتيزم. نعم. من واحد النوع كيقول له SPA. نعم. وهذا الروماتيزم قالوا لي إما يكون وراثي، إما يكون زعما جاي من البرد ولا هذا، وأنا ما عنديش وراثي، ما كاينش واحد في العائلة. نعم. ودرت الراديو وداك الشيء، والمهم لقاو الروماتيزم عندي في الظهر والعمق. نعم. ودابا راني كنبغي نعرفك شي علاج، راني عيس في الدوايات وهذا ما حتى حاجه ما نفعك ان شاء الله تعالى. ايش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني كيتعلق بالوالده. نعم. عندها سياتي. نعم. ودارت العمليه ونجحت لها، ولكن مازالين الرجلين عندها كيرقدوا وكيعوجوا لها الصباع ديال الرجلين. نعم. ما كتقدرش تمشى. طيب ان شاء الله تعالى. سن الوالده كم؟ عندها تقريبا 76 سنة. نعم ان شاء الله، ربنا يخليها لك يا رب العالمين. بارك الله فيك. اذا نسمع ان شاء الله تعالى، سنعطيك الوصفتين دول باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك سردوان من الرشيدية، وتحيتنا للناس الرشيدية. رجاء المستمعين يعني نبقاو في الموضوع باش هكا نعطيو كل موضوع الحق ديالو. مكالمة جديدة. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك يا أستاذة الكريمة، وتحية متبادلة الدكتور ديالنا الكريم، الله يطولنا عمره. بارك الله فيك يا أستاذ. كحل العيون. والله عرفناك يا كحل العيون يا مستمعنا الوفي. مرحبا. بارك الله فيك. أنا غادي نطرح لك واحد السؤال، أنا ماشي طبيب ولا عندي خبرة. سك حل العيون غير رجاء السؤال يكون في الموضوع. والله بالنسبة للتجاعيد يا أستاذ الكريم، على أثر الاستحمام بالماء البارد الصباح والسباحة في أيضا في الصباح الباكر يخفف من ظهور تجاعيد مبكرا يا أستاذي الكريم. صح، نعم، مرحبا، حنجاوبك على السؤال. بارك الله فيك. إن شاء الله، الحمد لله. شكرا لك حل عيون من العيون، ومواصلين معكم مستمعينا في صحة نتاج دائما. محمد الغالي عجان والدكتور رحمن سلماني وصوفيا صافي من وراء الميكروفون. أنا دكتور شنو ممكن نقوله رضوان من الرشيدية لك يعني من الروماتيزم، وكيقول أنه ماشي وراثي وعنده في الظهر والعنق. احنا تكلمنا عن الروماتيزم وعن طرق علاجه، لكن يعني مدام الاتصال هذا استقبلناه، حنتكلم عن أول حاجة بننصح الأخ هذا باليزير، يعني أخذ اليزير في 3 مرات إلى 4 مرات في اليوم حيخفف عنه مشكلة ألام الروماتيزم. عندنا كذلك وضع عصير أو ضمادات أو كمادات من عصير الحريقة
على مناطق اللي يشعر فيها بالألم هيخفف عنه نفس المشكلة. عمل حجامة على مستوى واحد، على النقطة واحد، نقطة 55 والنقطة 9 والنقطة 10 والنقطة 26 والنقطة 27، هذا حيخفف عليه كذلك مشكلة الألم. وضع كذلك الكؤوس على مكان الألم بالضبط، موضع الألم بالضبط، هذا كذلك سيخفف عنه مشكلة الألم الروماتيزم. عندنا كذلك الصفصاف، تكلمنا عنه وتكلمنا عن فوائد الصفصاف وكيف ممكن أن تخفف من ألام الروماتيزم وكذلك تعالج مشاكل الروماتيزم. عندنا الرند أو ما يسمى ورقة موسى، زيت ورقة موسى النباتي، هذا مفيد جدا لمشاكل الروماتيزم. إذا كل هذه عندنا ملعقة زنجبيل مع ملعقة بابونج مع ملعقة يزير في كأس ماء دافئ. زنجبيل، عندما نتكلم عن الزنجبيل نتكلم عن الزنجبيل الأخضر، يعني في زنجبيل أخضر وفي السكنجبير هذا اللي بيطلب به، لكن الزنجبيل الأخضر هذا الزنجبيل الطازج، يفرمه الواحد يعني بحكه ثم يأخذ ملعقة منه وملعقة مع اليزير والبابونج والزعتر. كذلك أنا بنصح الأخ هذا وضع نقطة عسل على صرته، والحمد لله إنه مجموعة من الاتصالات بيتصلوا بيشكرنا على هذه النصيحة. قطرة عسل على السرة ليلا وطول الليل مع رأس ملعقة صغيرة من الزنجبيل، هذا أصلا مش حيصير فيه أي مشكلة وحيشيل منه كل المشاكل المتعلقة بالألم. حتى الناس اللي عندهم السياتيك، يعني الأم عنده، يعمل لها هذه الوصفة، قطرة عسل مع رأس ملعقة زنجبيل، هذا حيفيدها كتير في الموضوع هذا إن شاء الله تعالى. نوصلوا في اعتاكم مستمعينا مجموعة ديال النصائح المتعلقة بكل الأمراض اللي كتصوروا ليها إن شاء الله بإذن الله بعد هذا الفاصل. نعاودوا نذكروا المستمعات بالبلوغ ديالك اللي كتبارطاجي في هذه المقاطع، شنو سميتو؟ باسيون دو كويزين overblog.com passiondecuisine.overblog.com. ولا يوتيوب كاين امونه مزيونه واحد. امونه مزيونه كاين القناه ديالك او يعني في اليوتيوب رجعنا لكم مستمعينا ودائما مواصلين معكم برنامجكم الوفي لكم دائما صحة نتاج. تحيتنا الناس العريشة كيستمرين عبر التوربة 100.8 ناس نادور 105.3 ناس كذلك قلمي 100.3 ناس تنتان 99 فزرة سعود وكل مستمعين في أرجاء المغرب. أنتم دائما في الاستماع الأمفهم غاديو ورجعوا دكتور أحمد سلمانين نجاوبوا ردوان كذلك شنو مخين نزيدوا الوالدة ديالو اللي كتعاني من السياتيك 76 عام. نعم إذن هنا يعني لازم نتكلم، احنا تكلمنا عن السياتيك، هو نوعين السياتيك متعلق بمسار الطاقة المثانة ومسار الطاقة المرارة. إذا كانت تشعر بالألام يعني على مستوى، إذا وقفت على أصابعها وصارت تشعر بالألام على هذه على نقطة الأصابع أو على مستوى الأصابع وما ما يعني ما تقف على أصابعها، هنا بنصحها أنها تعمل وخز بالإبر على منطقة مسار الطاقة الخاص بالمرارة وبعض النقط اللي بيعرفوها المعالجين بالوخز بالإبر. أنصحها كذلك بعمل لسعات النحل. لسعات النحل ممتازة جدا وأعطت نتائج جد رائعة جدا بالنسبة للذين يعانون من السياتيك. أنا عندي أكثر من حالات، من حالة أو حالتين أو ثلاثة أو أربعة، مش هقول لك العدد لأنه عشان لا يصير فيه افتخارات ولا أي حاجة. أنا بقول لك إنه في ناس حصلوا على نتائج جد طيبة ولكن كان عزمهم وصبرهم أقوى. إحنا ما عندنا عصا موسى عشان نضرب واحد هنقول له بس روح انت شوفيت، لا، في صبر، في مطابرة، في توكل على الله والاعتماد على الله ونعم بالله الاعتماد على الله. ثم نقطة أخرى أنا بقولها لكل واحد، أي واحد دخلت عند مريضة أستاذة صوفيا وصرت تقول له ما شاء الله عليك وشك يا إله إلا الله صار صافي والحمد لله، ده صار دم على وجهك جميل جدا وانت صرت زي الوردة، وهذا هو أصلا بيشعر براح. نعم حسنتني، نعم بيشعر براح الحمد لله. ولكن لو واحد دخلت عنده وصرت يا إله إلا الله إيش هذا الوجه عندك، ده وجهك صار أصفر، لا 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 ده ممكن تدعو للطبيب الآن، لا أيوة، حتى إنه إذا صار صح، إذا كان صحيح حيصير يمرض. إذا اتركوا عقلكم اللاواعي يشتغل،
اتركوا مناعتكم الطبيعية تشتغل يا ناس. قسما بالله العظيم لو وضعت في بالك بأنك إنسان متعافى متعافى، اكتبها في ورقة أنا متعافى، والعقل اللاواعي لا يقبل النفي، ما بيقبل النفي. إذن عندما نقول أنا لست مريضا هو بيقول أنا مريض، بيلغي لا يلغيها. إذن أنا متعافى، أنا الحمد لله في صحة وعافية، أنا صحتي تاج الحمد لله، صحتي تاج. حتى وإنك مريض بتعاني من مرض، حتى إنك بتشعر بالألم، اكتبها، اكتب هذه الكلمة وحتشوف الواحد من يعني بيعاني من الثقة بالنفس، من قلة الثقة بالنفس. أنا واثق من نفسي، يكتبها، أنا واثق من نفسي ويكررها، حيشوف بأنه حيصير واثق من نفسه. إذن هذا نصائح للناس عشان لا يصير كل واحد بيشعر بالمرض ويشعر بالألم. كيف صرت؟ الحمد لله يعني لسه المرض يا لا سيدي، الحمد لله أنا الحمد لله أحسن من الأول، صرت أشعر بالهذا. حتى الواحد خارج من عملية جراحية، خارج من الناس اللي بيعملوا عملية جراحية خاصة بالسياتيك يعني بالانزلاق الديسك، يعني هو خارج ولسه عنده في عقله اللاواعي فكرة إنه لسه عنده الألم، وهنا يعني إيش يحصل؟ يعني بيصير يتعامل مع المرض كأنه لأول مرة بيشوفه، وهذه هي الكارثة. يصير عنده عوجاج في العمود الفقري. عندنا واحدة تعمل ترويد، قالت لي يعني بالنهار الحمد لله إيدي تتحرك وعادي، لكن بمجرد أضع بالليل أضع إيدي زي الوضعية اللي كنت وضعها لما كنت وضع الجبس وهذا، يعني إيدي تتجمد. قلت لها تعرف ليش؟ لأن عقلك اللاواعي لساته مصدق بأن إيدك مكسرة. إذا بالليل حرك إيدك، حتى بالليل حرك إيدك مش هيحصل. في الغد جاتني قالت لي والله يا دكتور حقا إنه العملية اللي كلمتني عليها هي. إذا شيلوا من بالكم الأمراض من عقلكم اللاواعي. واحد بتحسس بكل مرة بيصير بيشعر بوجع بيروح عند الطبيب، بيجري عند الطبيب. من الحالة النفسية هي تلعب دور. وإحنا هنتكلم يعني في الحلقات القادمة يعني بعد الأسبوع الثاني من الكلام عن البشرة هنتكلم عن العلاقة النفسية والأمراض. كيف نعالج الحالة النفسية عشان نتخلص من مجموعة من الأمراض. صح. إذن السياتك بالنسبة للأم يعني يعمل لها حجامة، يعمل لها لسعة النحل، يعمل لها كذلك الصفصاف، ورق الصفصاف أو السواك بالدارجة المغربية السواك، في كأس ماء يعني تقريبا قطعة 5 جرامات من السواك. إذا لم يجد ورق الصفصاف يعني ورق الصفصاف منقوع الصفصاف يعطيه لأي واحد عنده ألم روماتيزم، هذا حيفيده جدا. إحنا دكتور بغيت نسولك من مشولك حل عيون، وش بالنسبة لك يعني كي بالك أنه الناس الكبار ممكن يتحمل الوخز بالإبر؟ أنا سهل لأنه بسيط جدا. الوخز الإبر ما ولا واحد بيشعر فيه أصلا، بيشعر بالوخزة الأولى أما ما تبقى لا ما بيشعر بالألم. إذا لازم أهم شيء هو أنه لازم فيه خبير، ممكن في نقط قاتلة، في نقط قاتلة. إذا واحد وضع على وخزة إبر في النقطة في نقطة من النقط القاتلة حيروح فيها في حينه، مش كأنك أطعمتيه سم. إذا لازم خبير في علاج بهذا. نعم. هنا غادي نشوف لك حل العيون من العيون، وكنحيي كل الناس اللي كيستمع لنا عن طريق دبدباتنا بالعيون 107.7 ميجاهرتز، كذلك بوجدور 88 داخله 93.9 ميجاهرتز، كذلك سماره 95 ميجاهرتز. نشوف عندك حل العيون اللي كيقول واش التجاعيد ممكن نحيدوهم بالاستحمام بالماء بارد، وكذلك السباحه واش كتخفف من التجاعيد. هو سنة الحبيب عليه أفضل الصلاة والتسليم قال علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. السباحة هي أصلا رياضة، رياضة لجميع عضلات الجسم. أيوة، حتى الناس اللي بيعانوا من السياتيك، حتى الناس اللي عندهم مشاكل ألام الظهر والرقبة، حتى الناس اللي عندهم الشلل النصفي الخاص بالوجه، حتى الناس اللي عندهم شلل العصب السابع أو العصب الخامس في الوجه، إذا أنصحهم بالماء البارد. وهذه قال في الآية الكريمة لما أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب أن ينفض برجله وأن يغتسل بالماء البارد، ذاك مغتسل بارد مشراب. إذا الماء البارد أستاذ صوفيا هو معالج لجميع المشاكل وحتى للتجاعيد، يعني يؤخر من الشيخوخة المبكرة. يؤخر من الشيخوخة المبكرة.
إذا صح أستاذي كحل العيون هو الماء البارد جميل جدا لصحة الناس، لكن يعني في أوقات معينة حتى أصحاب المشاكل اللي عندهم الكبد الاستحمام بالماء البارد فجرا إيش بيعمل؟ بيعمل تجميع للكبد اللي عندهم تليف أو تشميع الكبد اللي عندهم. ده مش هتكلم عن الموضوع هذا، ولكن كنصيحة الناس اللي عندهم مشاكل الكبد يحاولوا إنهم يستحموا بالماء البارد صباحا باكرا وخصوصا في البحر. يمكن هذه نصيحة لكل المستمعات اللي عزيز اليوم أنه يغسلوا بالماء السخون، خصوصا يعني بالنسبة للحمام، يعني كتقول لك أنه الشعر ديالها لا خصها تغسلوا بالماء السخون باش أنه يعطي نضارة ويعني أنه يقوى. اسمع، هو الماء الساخن لازم الماء يكون على على حرارة جسم الإنسان. على حرارة جسم الإنسان، عندك 37 درجة على جسمك، خذ 37 درجة في الماء. ماء فاتر، دائما نستحم بالماء الفاتر، لا نستحم بالماء المغلي أو الماء يعني درجة حرارته 50-60 درجة. أنا بشوف الناس حتى في الحمام بيعملوها هذه الطريقة، يعني بقى ساخن يا صاحبي أنت إيش يعني. حتى مشاكل الشرايين ممكن في أي لحظة يحصل تدفق دم بشكل فظيع يفجر العروق الدموية. إذا الماء الفاتر على حساب طاقة أو حساب حرارة جسمك هي اللي لازم تاخذها. تحياتنا لكم مستمعينا، ورجعنا نستقبلوا مكالماتكم عبر رقمنا 0524-43-26-03. كل اسئلتكم ممكن كذلك تبعثوها لنا عن طريق الاسماس. ما عليكم الا ديروا ال، خليوا مساحه فارغه بعثوا لنا سؤالكم. سميرة من تطوان كتقول دكتور انها عندها اكزيما غير وراثيه ودابا كتطلع ليها مع رجليها كلها. نعم، الخزامة عندنا عصير الصبار، دقيق الخزامة يعني مطحون الخزامة مع عصير الصبار مع الحريقة مفيدة لهذه الإكزيما. خل الصبار، أنا في بعض الأحيان بيصير عندي يعني تراكم في المعلومات، فبصير يعني أعطي بسرعة الوصفات. لا الآن حاول يعني الناس، فيه ناس بتسجل وتصلوا فيه بيقولوا لي يا دكتور احنا بنسجل الله يخليك بشوية. إذا عندنا عندنا الصبار، عندنا الخزامة دقيق أو مطحون الخزامة، عندنا القراص أو الحريقة، هادو نعملهم هذه خلطة وحدها. وعندنا خلطة كما قلت لك الدفنة. الدفلة ممتازة جدا وهي موجودة في كل بقاع المملكة المغربية، هذه مفيدة جدا، لكن كاستعمال خارجي، ليس هناك استعمال داخلي لنبتة الدفلة، لأن سمومتها 100% ممكن تؤدي إلى غيبوبة أو تسمم أو موت. إذا نحن نستعملها كاستعمال خارجي. زيت الدفلة كاستعمال خارجي بيوقف الإكزيما، زيت النعناع أو النعناع كذلك يوقف الإكزيما. إذا غسل الابتعاد عن الغسل بالروائح أو وضع الروائح على الجسم هذا بيخفف كذلك من مشكلة الإكزيما. أشوف نعم تفضل. مشو غنستقبلوا مكالمة ونعود ورجع نكملوا نصائح السميرة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا. بارك الله فيك. أهلا وسهلا مرحبا بك. ويا الله يخليك بغيت عندك واحد الصلاه الله يخليك. اييه ناخذوا غير الاسم ديالكم لالا. زهيره من الدربيضه. مرحبا بك لالا زهيره، تفضلي. خويا الله يخليك، اولا بغيت التليفون ديالك غير بقي معنا ان شاء الله غادي تولى محمد الغياجان يعطيك النمره ان شاء الله. تفضلي، شنو هو السؤال لالا زهيره؟ السؤال ديالي اختي بغيت شي وصفه لتغذيه الوجه. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هتسمعي. ان الوجه عندك انت بتتعرض للشمس كثير؟ تعرضي للشمس؟ الشمس. طيب ما عندك حساسية على الوجه يعني في الجلد في البشرة؟ نعم. ما عندك حساسية؟ لا ما عندي حساسية. طيب إن شاء الله تعالى أنا أعطيك وصفة لتبييض الوجه. والعنوان
ديالك ان شاء الله تعالى خدي من عند المخرج. واخا لاله زهيره بقي معنا ان شاء الله الغالي غادي تولى انا ويعطيك العنوان ديال الدكتور ان شاء الله ورقم التليفون ديالو. هنا لاله زهيره عفوا كتطلب يعني وصفه لتبييض الوجه، ولكن قبل ذلك يعني نكملوا مع سميره الوصفه ديال الكزيما. اذا قلت لك يعني هذه بتاخذها ك تضعها على موضع الكزيما. تضعها على موضع الكزيما، هذا حيوقف عنها مشكلة الهرش يعني الحك. ثم علاج الإكزيما، عالج لها الإكزيما. عندنا كذلك الثانية، لو وجدت زيت الزعتر الأساسي، زيت الزعتر الأساسي وزيت الكاليبتوس الأساسي وزيت الخزامة الأساسي، دول كل واحدة منهم ثلاث قطرات من الـ من الـ من الـ من, الـ من الزيت هذا في ملعقة زيت الزيتون، حيساعدها على تفادي أو علاج هذه المشكلة. ملح البحر ممتاز جدا، ملح البحر، ملح البحر، أعشاب البحر، منقوع أعشاب البحر، غسل موضع المكان الموجود فيه الإكزيما حيساعدنا كثير على توقيف هذه المشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نتمنى أنه سمير ما زال في الاستماع ونستطوان باش تأخذ الوصفة اللي تسيها دكتور. بعجالة عفوا، شو ممكن نقوله لزهيرة تبييض الوجه؟ بالنسبة لتبييض الوجه أنا أعطيك أستاذة صوفيا التالي. عندنا العسل مع لبان الذكر، حصل لبان معروف هذا دقيق، يخلط ملعقة كبيرة من العسل الجبلي أو من عسل نحل مع ملعقة كبيرة من اللبان وملعقة كبيرة من الحليب المجفف أو الحليب السائل، ثم نضربه حتى يصير مثل الكريم، نضعه على الوجه. عندنا زيت الأرغان، زيت الأرغان ممتاز، اللوز والحليب والعسل، اللوز يعني عصير اللوز. عندنا خل التفاح والليمون والفجل، خل التفاح والليمون والفجل. عندنا كذلك الخرقوم، الخرقوم مع زيت اللوز يفيد لتبييض الوجه. عندنا كذلك صوفيا اسمه الليمون والعسل وبياض البيض، بياض البيض. بنضرب كل هذه المكونات في خلاط ثم نضعه على ماسك على الوجه. عندنا الطين الأخضر والشوفان، دقيق الشوفان، ونغسل بزيت بالخزامة واليزير. كل المغربيات اللي بتسمعني، أنت وجلسة في بيتك، روح اشتري اليزير وروح خذ الخزامة، اجعليه منقوع يومي لغسل وجهك ولغسل وجه أطفالك، حيحافظ على بشرتك بدون أي مشاكل. هدوء الأعصاب، كذلك منقوع البابونج بالليل اشربه منه كأس، هذا بيزيد نضارة الوجه. العصير المعجزة، اتكلم عن العصير المعجزة، يفيد جدا في حب شباب، حبة باربا بقشرها، حبة الجزرة بقشرها، حبة تفاحة بقشرها، رغم أن صوفيا ما بتحب هذا العصير لكن هي جربته ووجدت فيه فوائد. فأنا أنصح كل الناس اللي بيسمعوني الآن حتى يحافظوا على نضارة وجههم، وكذلك لحد من حب شباب، هذا العصير مفيد جدا لهذه المشاكل. النتائج تظهر مع العصير هذا 15 يوم ستظهر نتائج. شكرا على حسن استماعكم، إلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. هذا أحمد السلماني يحييكم ويحيي حسن استماعكم. شكرا لك دكتور أحمد السلماني. غدا إن شاء الله بإذن الله مازال مواصلين في نفس الموضوع. كانت معكم صوفيا السفي من وراء الميكروفون والإخراج لمحمد الغالي أعجان. نتمنى لكم الشفاء العاجل إن شاء الله بإذن الله، الصبر والصبر ثم الصبر والاستمرارية في العلاج. مازال مواصلين معكم الإذاعة أم أف أم اللي كتستمع لكم 24 ساعة على 24.